للإعلان على الـNBC الفضائية اللبنانية يمكنكم الاتصال بروتانا للخدمات الإعلانية على الأرقام التالية. الـNBC الفضائية اللبنانية تضع برامجها بمتناول يديك عبر موقعها الإلكتروني www.lbcgroup.tv. خدمة فيديو on demand. شاهد برامجنا، موقع الـNBC في خدمتك، برامجنا بمتناول يديك. حضرتك لازم تاخد قرار سيد وائل، تطلب ايده ولا بلاها بنور؟ اذا هو مش قادر يقرر، هي اخذت قرارها. طالما في حواجز بيننا قررت اتخلص منها واختي اول خطوة، بس هالجرأة الى تمن. اذا صار شي شو رح تكون ردة فعلهم؟ والله ما بعرف. لازم تلحق حالك. وبوجود هيك تدخلات شو مصير علاقتهم؟ حابب شوفك عن قريب. ليش الزلمة عم يتدخل بشغلنا كالعقاد؟ عائلتان. وائل احكي احكي شبك. من السبت للاربعة 7 المساء بتوقيت السعودية على الـNBC الفضائية اللبنانية. تقول انت خائن بطبعك، يرد لا أخون بلا سبب، تبرر خنته انتقاما، يجيب أنت مدمنة خيانة. هل تسامحها على خداعها؟ هل تنسين غدره؟ الخائن المخدوعة، الخائنة المخدوع يتواجهون جميعا في أحمر بالخط العريض. أحمر بالخط العريض مع مالك مكتبي، الأربعاء 9:30 المساء بتوقيت السعودية على الـNBC الفضائي اللبناني. أسامينا شو تعبوا أهالينا تلاقوها وشو افتكروا فينا. بعرف واحد اسمه متري وهو طولي. ما زالك هيك. بعرف واحد اسمه نخلة وهو طولي. كله ماشي الحال غريب. يا أول مرة عم بسمعوا فيجي حلك. الفرق بين الفنان والسياسة، الفنان بيطلع على المسرح، السياسي بينزل على الانتخابات. حق بالاختلاف ما قدر. الشخص إذا كان مؤمن بهدفه وبقضيته حيوصل. نحن متمسكين بالحرية، بلا حرية ما في لبنان. مش كتير معك معالي الوزير إنه الحرية والحرية مفروض يكون في شوي كنترول. لا توناليتي ني با اكزاكتومون لا كوكوفوني توتال دو انسيكسيون اسي فاتال. توني شرفتوني مع الوزير السابق ميشيل إدي. الخميس 9:30 المساء بتوقيت السعودية على الـNBC الفضائية اللبنانية. الطلاب قربوا من نص المسافة وأدائهم ولع المسرح. المنافسة تقوى. بعد في كتير إشياء مخبينا، في كتير مفاجآت وفي كتير إشياء محضرينا. بالحياة في طلوع وفي نزول، بس نحن أكيد بنضلنا طالعين. المغامرة تصعب كل ما قربوا من تحقيق الحلم. برايم الثامن من ستار أكاديمي 6 الجمعة 9:30 بتوقيت السعودية على الـNBC الفضائية اللبنانية. هذا البرنامج برعاية بيبسي. انتو انا انتو انا انتو